لنا من مستشفى ناصر في خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد، مرحبا بك معنا. يعني استهداف المنازل لهذا اليوم تحديدا واضح، وأيضا فيما يتعلق برفح، يبدو رفح مستهدفة لهذا اليوم. لو تضعنا في تفاصيل ما يجري لديك في غزة. بالفعل، إضافة لسبعة شهداء وعدد من المصابين في المنزل الذي استهدف في منطقة ميراج إلى الشمال من مدينة رفح، هذه المدينة التي نؤكد دوما أن الاحتلال يدعي أنها آمنة وأنها مركزا لنزوح عشرات ومئات آلاف الناس الذين يقطنون في أوضاع إنسانية صعبة. أيضا منزل آخر يستهدف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة خربة العدس، أيضا إلى الشمال الشرقي من مدينة رفح. وهذه المنطقة أيضا حتى هذه اللحظة لم تصل تحديثات حول شهداء أو مصابين، لكن أيضا كانت هناك غارتان على أراض زراعية، أرض في منطقة مخيم الشبورة وأرض أخرى في أحد مناطق مدينة رفح، خلفت عددا من المصابين. هذه الاستهدافات المركزة على المدينة، عدد منها قاتل يستهدف منازل ويزيد أعداد الشهداء الواردة إلى المستشفيات في المناطق المختلفة في قطاع غزة وأيضا مستشفيات مدينة رفح. مدينة خان يونس التي كان لها نصيب أيضا خلال الساعات الماضية من عدد شهداء كبير، أكبره في المجزرة الإسرائيلية بحق عائلة بريس في منطقة غرب المدينة في محيط مستشفى الشافعي، 17 شهيدا. وحتى هذه اللحظة هناك عدد كبير ممن هم تحت الأنقاض لم تعرف مصائرهم، لكن نتحدث عن 12 طفلا من هذه المجزرة، عدد منهم لم يبلغ عمره أسابيع، لذلك نتحدث عن غارات قاتلة. كنا هناك، الدمار واسع وكبير جدا وطال عدد من المنازل المحيطة. الاحتلال يستخدم أطنان من المتفجرات في استهداف هذه المنازل التي يعني تدمر بشكل كلي، وتقع هذه الأسقف على رؤوس الساكنين في ظل وفي مقابل أنه لا يوجد حتى معدات لرفع هذه الأثقال وهذه الأنقاض، حتى لا توجد حقيقة فرصة للنجاة لمن يكون مصابا أمام المكوث لساعات تحت الأنقاض، فما بالنا نتحدث عن أكثر من 7000 مفقود، عدد كبير منهم أو السواد الأعظم من هؤلاء هم موجودين تحت الأنقاض منذ أكثر من شهرين على الأقل، لذلك نتحدث عن فرص النجاة ضئيلة جدا. وكثير ممن تحدثوا عن إحصائيات الشهداء التي اقتربت من 23,000 شهيد، وهذا العدد كما نؤكد دوما أنه ليس الفعلي، الفعلي أكبر من ذلك بكثير. يقولون أن 7,000 من المفقودين هم أيضا في عداد الشهداء لانعدام فرص النجاة من تحت الأنقاض. لذلك أيضا نتحدث عن أعداد كبيرة من الشهداء ما زالوا في الشوارع ملقية جثمينهم، يصعب على الطواقم الطبية انتشالهم سواء في مدينة خان يونس من المناطق التي تعد مناطق عمليات واشتباكات متواصلة في وسط المدينة وشرق المدينة وجنوب شرق المدينة، وأيضا من مناطق في مدينة غزة وشمال القطاع ممن لا زالت في تلك المناطق آليات الاحتلال، على الرغم من الانسحابات الواسعة من مدينة غزة وشمال القطاع، إلا أن هناك عدد من الجثامين لم يتم الوصول إليها حتى هذه اللحظة. وأيضا شهداء كثيرون تم دفنهم دون الذهاب بجثامينهم للمستشفيات بسبب الأوضاع الراهنة خاصة في شمال القطاع ومدينة غزة، لذلك نتحدث عن مآسي وأعداد كبيرة، والعدد يعني سيتجاوز 30,000 في الأيام القادمة إذا ما تحدثنا عن كل ما سبق من الأرقام من الشهداء. وأيضا هناك أعداد كبيرة من الجرحى تستشهد بشكل متواصل في ظل انعدام الأدوية وانعدام وجود خدمة طبية صحيحة بحدها على الأقل الحد المتوسط، نتحدث عن حد أدنى تقدم من الخدمة الطبية في المستشفيات التي ما زالت تفتح أبوابها برغم
نقص حاد في المستلزمات الطبية، إنهاك الطاقم الطبي، عدم وجود قدرة سريرية في هذه المستشفيات، وأيضا انعدام المواد اللازمة للعمليات الجراحية. لذلك نتحدث عن أوضاع صعبة يعيش الناس في القطاع الإنساني، وأيضا يعني القطاع الصحي الذي يؤول إلى الانهيار إذا ما استمر هذا العدوان، في ظل استمرار تصاعد منحنى الكثافة النارية والغارات بحق المساكن والمنازل ومنازل الآمنين حتى في المناطق التي يدعي الاحتلال أنها آمنة. يعني أحمد، أمام كل هذه المعطيات ربما يطرح سؤال يتعلق بالناس في غزة. يعني هناك محاولة دفع لنوع من الهجرة الطوعية مع أنها هجرة قسرية. هل ترصد يعني أن الناس ترغب، أن الغزيون يرغبون عمليا فعلا بمغادرة غزة، أم أنهم رغم كل هذه الظروف باقون على أرضهم؟ كيف ترصد هذه المشاعر ورغبة الناس عمليا في البقاء في غزة؟ حقيقة سؤال أكثر من صعب، وإجابته بها تفاصيل كثيرة من الوجع، ونحن نتحدث ونحن من الناس ونشعر بما يشعرون به في ظل هذا العدوان الصعب. وهذا العدوان ليس الأول من نوعه، يعيش الناس جولات متلاحقة من الغارات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي الممتد على مدار سنوات طويلة. الناس هناك نسبة من الهجرة لا يمكن إغفال هذه النسبة، لكن برغم هذا العدوان نتحدث أيضا عن أمل كبير بالعودة إلى المنازل. لو كان نسمع الآن هذا القصف الإسرائيلي من المدفعية على الأقل في المناطق الشمالية للمدينة، كنا نتحدث عن الهجرة برغم الكمية الهائلة من القنابل التي دمرت أحياء ومساكن كثيرة من منازل المواطنين، إلا أن الأمل يحدو كل النازحين في المناطق المختلفة في قطاع غزة للعودة لمنازلهم. ولو كانوا يريدون الهجرة لفضلوا ذلك، يعني يسألوننا في كل ساعة على مدار ساعة النهار وعلى مدار أيام العدوان الذي تجاوز 3 أشهر، متى سنعود للديار؟ ودوما يقولون أننا نريد العودة حتى ولو على ركام منازلنا، ونقيم خيمة ويعني نعيش براحة بال كما يقولون. يعني برغم كل ذلك الدمار الكبير، هناك حالة من الصبر والصمود، حقيقة توصيفات صعبة لهذه التفاصيل، وجع، فقد، دمار، مستقبل باهت، كثير أو معظم الغزيون يعني مستقبلهم باهت، خسروا وظائفهم، خسروا مهنهم، ويعني خسروا محالهم التجارية وكل شيء حقيقة. لكن برغم ذلك دوما عند هذا الشعب هناك أمل حتى ولو كان بسيطا جدا في العيش بحياة أفضل، لأنهم يقولون أن هذا هو الوطن وهذه هي الديار بالفعل، وهذا المحتل هو الذي يجب أن يرحل وتنسحب آلياته من كامل مناطق قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر من مستشفى ناصر في خان يونس، مراسل التلفزيون العربي أحمد البط.